أضيق منزل في العالم في وارسو بولندا. صممه المهندس المعماري البولندي جاكوب تشينزي، ويدعم المنزل ركائز، وبيبلغ أضيق عرض له 92 سنتيمتر، وأكبر عرض هو 152 سنتيمتر، ولا تتعدى مساحته الكلية 46 متر مربع. وبيطلق عليه منزل كيرت، وده كان اسم أول مستأجر للمنزل. والبناء بيحتوي على طابقين بهما غرفة نوم ومطبخ وحمام، ولا يوجد أي نوافذ، بل تدخل الشمس إلى البناء عن طريق فتحات صغيرة في جدار غرفة النوم، وهو من الداخل مغطى باللون الأبيض بالكامل، وبيتم إيصال الكهرباء للمنزل عن طريق المنزل المجاور. والمنزل بيمتلك نظام تكنولوجي لتوزيع المياه والصرف الصحي، وهو غير متصل بشبكة المياه في المدينة. ولقد أصبح المنزل بالفعل أيقونة وارسو، وهو بالفعل على الخريطة السياحية.